محاولة جادة للتوعية بأهمية دور المرأة في مناحي الحياة بما فيها السياسية كي تكون شريكا رئيسيا في بناء مستقبل البلاد. ولدفع المرأة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، نظمت وحدة تمكين المرأة التابعة للمفوضية العليا للانتخابات جلسة حوارية بعنوان آليات تحفيز المرأة على التسجيل، بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين. استهدفنا في حلقة النقاش هذه مجموعة من الإعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني حتى نطلع بمقترحات تساعد المرأة أنها تكون موجودة داخل سجل الناخبين. المشاركون في الجلسة أكدوا أهمية دور الإعلام في عملية التوعية الانتخابية، وأيضا في تعزيز نسبة مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة ومراقبة. وسعيا لرفع مستوى الوعي بأهمية مشاركة المرأة، ركزت الندوة على دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بهذا الدور. احنا في الفترة هذه يعني بحاجة جدا للمشاركة الإعلامية في دور احنا نوعوا النساء وخاصة من اللي هم يكونوا جاهزين للانتخاب من سن 18، نوعوهم ونشاركوهم، راهو صوتهم ضروري، راهي مشاركتهم هذا حقهم. تعد المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة معيارا لإعادة توزيع علاقات القوة بين الجنسين وتحسين آليات الممارسة الديمقراطية.